السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاع أم خولة، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير وفي أحسن الأحوال، صحة إن شاء الله وسلامة وعافية. بهذه المناسبة جيت نختار عليكم تمر محشي كيجي زوين وبمكونات متواجدة في كل بيت، نتمنى يعجبكم. وإلى أول مرة كتزوروا القناة ما تنساش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بسم الله على بركة الله، غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو للتمر منقي وكنزولو للعلفة، كنحتاجو للوز، الكركاع، والملوين، والشوكولاط البيض، والكحل. كنحشيو التمر باللوز وبالكركاع. كاينه طريقه اخرى، كناخذوا المكسرات كنطحنوهم كنهرمشوهم كنزيدوا عليهم نواه كوكو كنزيدوا عليهم الشكلاط وكنشكلهم كويرات كنديرهم في التمر وكنخدموهم بنفس الطريقه. كنذوب الشوكولات البيضاء كنزيدو عليها ملون احمر، التزيين كيبقى اختياري. كنديرو الشوكولات فوق التمره بهذه الطريقه. نتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا الطريقه نتاع التزيين.
كناخدو الشوكولات البيضة كنزيد عليها ملون صفر، هنا ضفت رقائق اللوز ولا الكاوكاو اللي كان متواجد عندكم، تقدروا تزينوا به. هذا هو الشكل النهائي ديال التمر، كيجي زوين ومذاق زوين وشكل زوين. نتمنى لكم تجربوه، ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات الزوينه ديالكم. الى اللقاء، الفيديو اخر ان شاء الله.